صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد و10 الصبح من الاهلي، ويعني صباح يوم الاثنين 31 مايو من داخل ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن زي ما انتم شايفين العمل على قدم وساق داخل الملعب هنا استعدادا لاستقبال الفريق الاول بعد غياب طويل، طبعا رحله سفر الى جنوب افريقيا ومن بعدها الى مباراه السوبر في قطر. العوده ان شاء الله بكره، التدريب ان شاء الله التجمع هيبقى الساعه 4 والتدريب الساعه 5 ان شاء الله، ده استعدادا لمباراه انبي في دور ال 16 لكاس مصر يوم الجمعه ان شاء الله، ومن بعدها مباراه الترجي في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. نخلي بقى اكلمكم على الاجواء بشكل عام داخل النادي الاهلي. يمكن زي ما اتكلمنا درجه الحراره النهارده مرتفعه، يمكن درجه الحراره حالا دلوقتي داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره 36 درجه مئويه. يمكن الساعه 8 والجو كان اقل شويه في درجه الحراره، كان التراك هنا كان يعني زي ما بنقول ممتلئ بالاعضاء، خاصه كبار السن اللي كانوا بيمارسوا رياضه المشي، لكن مع مرور الوقت وارتفاع درجه الحراره يعني الاعضاء كلهم فضلوا الخلود للراحه في الاماكن المعده من قبل الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، لان درجه الحراره فعلا بدات تزيد جدا. يمكن السيوله المروريه خارج النادي الاهلي اكثر من رائعه، سيوله مروريه في جميع المحاور المروريه المحيطه بالنادي الاهلي. يمكن زي ما احنا قلنا في استمرار لفترات الاجازات، يمكن في بعض الطلبه بتستعد للامتحانات في الايام المقبله، ده مخلي شويه الاقبال اقل من الايام الماضيه. خلينا بقى نتكلم عن اخبار الفرق الرياضيه. يمكن اول حاجه نتكلم عن استاد مختار التتش هنا اللي بيستعد زي ما قلنا لتدريب الفريق الاول. كمان يمكن طبعا قرار مجلس الاداره في شهر مارس الماضي بازاله او هدم مدرج مختار التتش هنا، المدرج التاريخي بالنادي الاهلي انه قايل للسقوط من فتره، ده تمهيدا لتنفيذ قرار الازاله. يمكن تم ازاله يعني تمهيدا لازاله اعمده الاناره القديمه، تم تركيب اربع اعمده اناره على احدث مستوى واحدث التقنيات اللي وصلت ليها اضاءه الملاعب في العالم. ان شاء الله ده هيبقى تمهيدا لنقل زي ما بنقول كشافات الاضاءه عليها لاناره الملعب، خاصه مع دخول فصل الصيف والفريق ان شاء الله هيكون معظم التدريبات بتؤدى في فتره المساء، وده تمهيدا ان شاء الله لازاله المدرج القديم. يعني نروح بقى لاخبار فرقنا الرياضيه وفريق السله، الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، واللي بيستعد ان شاء الله لاولى مباريات دور النصف النهائي من دوري سوبر الرجال امام الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل الموافق 6/6. يعني الفريق يمكن هيلعب يوم 6 و8 و10 و12 و14، خمس مباريات زي ما كلنا عارفين بيست اوف 5. الفريق اللي هيقدر ان شاء الله يحقق الفوز في ثلاث مباريات الاول هيكون هو المتاهل للمباراه النهائيه، وان شاء الله دعواتنا كلنا ان يكون المتاهل هو النادي الاهلي. يمكن المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي ماريو بالما قرر ان الفريق ان شاء الله من الغد يخش في معسكر مغلق بمدينه الاسكندريه وتحديدا في منطقه برج العرب. الفريق هيقيم في احد فنادق برج العرب الى موعد المباراه والى انتهاء كمان الدور نصف النهائي بشكل كامل. يمكن كمان من النقط الايجابيه ان الفريق هيؤدي تمريناته طوال فتره اقامته في الاسكندريه على صاله برج العرب اللي هتقام عليها مباريات نصف النهائي بشكل كامل. يمكن الفريق الحمد لله مكتمل، يعني كمان بعد عوده مودي الجرحي كان عنده اصابه بفيروس كورونا، الحمد لله تعافى ودخل في التدريبات الجماعيه. كمان احمد مهيب دلوقتي في فتره التاهيل بعد اصابه بالضمه. الغياب الوحيد عن الفريق هو مودي الصغير او محمد مصطفى اللي بيعاني من بعض الالام في الظهر. يمكن الفريق كان اجازه من التدريبات امبارح، لكن ان شاء الله النهارده هيواصل اخر تدريباته هنا بالنادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل. ان شاء الله هيبقى التدريب من 2 ل 4 وبعد كده ان شاء الله السفر غدا للاسكندريه. نروح يعني لمنافسات مش اقل اهميه، وفريق الاول لكره الطايره بالنادي الاهلي ان شاء الله بيستعد لمباراه بعد غدا الاربعاء امام نادي الزمالك، المباراه الختاميه والنهائيه لموسم طويل جدا لدوري الرجال لكره الطايره. كان المباراه زي ما بنقول يعني هي مباراه في الدوري والمباراه الختاميه، لكن تحولت يعني زي ما يشبه لمباراه كاس، ان الفائز بالمباراه وان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي هيكون هو الحائز على اللقب. يمكن الفريق من النهارده دخل معسكر مغلق في احد فنادق مدينه نصر، وهيؤدي التمرين على فترتين صباحا ومساء على صاله المقاولين العرب، ودي الصاله اللي هتقام عليها المباراه ان شاء الله. يمكن ده ترتيبات اكثر من رائعه من الاجهزه الفنيه هنا في النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي، توفير معسكرات قبل المباريات الكبرى لفرق الصالات اللي ما تقلش اهميه عن فرق كره القدم. هيبقى الاقامه ان شاء الله في معسكر مغلق والتدريب على نفس الصاله اللي هيلعب عليها النادي الاهلي المباراه امام الزمالك. يمكن كمان بقى زي ما بنقول يعني احنا الحمد لله اللهم ديمها نعمه النادي الاهلي ماشي بمعدل كل يوم بطوله. يمكن زي ما شفنا في الايام الماضيه فرق الطايره 19 و17 سنه حازوا على لقب بطوله الجمهوريه في الاسبوع دوت والاسبوع الماضي. كمان النهارده ان شاء الله يكون فتيات النادي الاهلي تحت 18 سنه لكره الطايره على موعد مع التتويج في المباراه النهائيه ان شاء الله امام نادي الصيد الساعه 4 على صاله الشرقيه للدخان. كمان بنبارك لفريق 2004 لكره اليد النادي الاهلي، فوزوا ببطوله منطقه القاهره امبارح بعد التغلب على هليوبلس 44-35، وكان برضو من قبله سبقه فريق اليد بنات 2006 وفازوا ببطوله كاس مصر في المباراه النهائيه امام باكوس وفازوا 27-21.
اخيرا لاعبتنا الناشئه هنا جوده لاعبه تنس الطاوله كانت بتشارك في بطوله دوليه للناشئين بتونس، كان النهائي امبارح ولكن للاسف لم توفق وخسرت المباراه النهائيه امام بطله ويلز 3-2. أن هاريس يمكن هنا بعد الفوز يعني بعد الهزيمة عبرت عن إن هي كانت تسعى أكيد طبعا للفوز، كانت قالت إن شاء الله ده الدروس أنا بتعلم منها للقادم إن شاء الله، وبتتمنى إحنا بنتمنى لها وهي تمنت لنفسها التوفيق فيما هو قادم. دي كانت كل كواليسنا هنا من داخل النادي الأهلي بالجزيرة وأخبار فلان الرياضية، والآن عودة ليكم في الكلمة. كل الشكر ليك.